مرحبا شباب، يعطيكم العافية. هذا الفيديو عم بعمله، في ناس سألوا عن قصة إذا واحد يسجل مالتي تراك عم بيكون في مشكل إنه بدي أدق أنا على الدو وأنا بدق على اللا لنفترض، بدي أعمل ترانسبوز. هلا أنا بعمل ترانسبوز وبدق على اللا، برجع بنقل الميوزك بحطها بالسونج بلاي، بكبس على السونج بلاي، كمان برجع بعمل ترانسبوز لانه انا هي فعليا عم دق على دو بس انا عم دق على لا. عامل ترانسبوز بلس 3 يعني زائد 3، فوقت عامل ترانسبوز عم بيطلع مع الموسيقى. هيدي المشكله موجوده اوبشن بقلب الاورك بس في ناس ما بتعرفها، مشان هيك عم بعمل هالفيديو كرمال تفرجيكم انه بتزبط القصه كبسه واحده. بنلغي انه الترانسبوز يطلع مع البلاير، يعني بصفي فينا نحن ندق نسجل بلس 3 ندق على لا وتنخلص نرجع بدنا نزيد كمان جا فوق. نفترض بتزبط صارت القصه انه اذا بقلب التسجيل الغنيه معموله بلس 3، انا بدي اعمل ترانسبوز بلس 3 بس ما بدي الغنيه تطلع. هيدي موجوده بالاورج، رح فرجيكم اياها بفيديو قصير اكيد، ورح فرجيكم كمان شغله انه هيدا الكيبورد بي اي 1000 ام جي اديشن، بتقدروا تسجلوا مالتي تراك وبذات الوقت بتقدروا تسجلوا مالتي تراك كبركشن، مش ضروري كل شيء من الاول. يعني انا اليوم بدق كاتم، بدق طبله، بدق رق، بدق درامز، فيني اوصل عليه اكيد من خلال الكيبورد. في عنا 2 انبوت ليفت رايت وعنا مايكروفون، فينا نفوت بس مايكروفون اكيد مع جين، ما علينا الا ما نفوت جاك فيش بالانبوت تبع المايكروفون، واكيد نعمل سيتنجز من هون نطلب منه انه نحن نسجل مايكروفون. اما لاين يعني بناخذ ليفت رايت، اما جيتار بيعطيك لاين واحد. رح فرجيكم بهالفيديو اول شيء كيف نلغي قصه ترانسبوز بقلب الغنيه نحن مسجل، وبرجع بعملكم الديمو. اوكي شباب، لكن رح فرجيكم هلا بالفيديو عن شو كنت عم بحكي. اللي عم يشتكوا منه الشباب، بدي اسجل انا غني جانا الهوا، هي على الدو نفترض، انا بدي اعملها على الدو بس بدي ادق على لا، بدي اعمل ترانسبوز بلس 3. اوكي، انا بدق طبيعي اكيد مثل العاده، شيفت وريكورد، اكيد بكون محضر كل شيء. مجرد ما يكبس ريكورد هو بلش تسجيل. اوكي، سجلنا هيدي، وقفنا اكيد مثل العاده بنسيفها تيك 1 اول شيء. هلا وقت ننتقل نحن على السونج بلاي ونجي نكبس نقي التيك 1 اللي نحن سجلناه. اوكي، الترانسبوز بعدها بلس 3. هلا انا اذا بجي بسجل، اذا بسمعها بلاحظ انه طلعت بلس 3، بس بدق على الدو على لا مطرح ما عم دق وعامل ترانسبوز رح تبين غلط. فوين الكبسه اللي نحن بنكبسها حتى نقول له انه ما يطلع ترانسبوز مع البلاير؟ هي الكبسه رح تكون بالجلوبال، نكبس على الجلوبال، نفوت تيونينج، نفوت ترانسبوز كنترول. نلاحظ هون عنا بلاير محطوطه انه الترانسبوز يطلع على البلاير كمان، نحن بنقيمها. هلا اذا بنطلع من الجلوبال ونمشيها ولو عامل ترانسبوز بلات 3 وكبست بلاي اشتغلت مظبوط، عم بلعب ترانسبوز ما عاد تتغير البلاير. هلا فيني احط بلس 3 وكمل وكمل تسجيل عليها اللي هي اوكي. هيدي انحلت المشكله، انه في شباب كتير عم يستعملوا الكيبورد يمكن ما في استوديو فيهم يعني يستفيدوا من البي 1000 ام البي 4 اكس الام جي 2 الام جي 1 ويسجلوا هالشيء، لانه ذات الشيء كمان على البي 4 اكس موجوده هالاوبشن.
اوكي، هلا في موضوع المالتي تراك اللي حكيت عنه، انه مش ضروري كل شيء يكون من الكيبورد. هو عن جد مش ضروري كل شيء يكون بالكيبورد، يعني فيكم سجلوا طبلة، كاتم، رق، ناي، انون، عود، ما بدها الا ميكرو وشريط يكون جاك، ينشاك بالانبوت، اكيد نكون عارفينه بالجلوبال انه بدنا نفوت على الاوديو، اوديو ان، ونعرفه انه بدنا اياه مايك. عنا لاين، لاين بياخد ستيريو، يعني اذا مثلا عنا اس بي دي اس بدنا نشكها بالاوت تناخد منها، بنحطها لاين تنقدر ناخد ليفت رايت. بدنا مايكروفون مثل ما بدي سجل الكاتم والرق والطبلة والدهولة، بحطه مايك. اذا عنا جيتار، اما بايز جيتار كمان نكبس جيتار وباخد نتيجة كتير حلوة. بالنهاية شباب مش عم نستغني، عم نقول نحن انه هو بيغنيك عن استوديو، لا، بس انه اللي مش قدرته مثلا، واما اللي عنده هوبي بحب هالشيء هوايه انه يسجل ويعمل، في يعملها، ليه لا؟ رح فرجيكم فيديو صغير كيف انا سجلت، بسجل ايقاع درامز مع بيز واكومبانيمون مع سولو، برجع بحط وراها الكاتم، بيرجع الرق، بيرجع دهولا، بيرجع طبله. اوكي؟ اوكي شباب، لكن بعد ما خلصنا قصة ترانسبوز حليناها، القصة اللي الناس ما بتعرفها وحابة تسجل ما كانت عم تقدر تسجل، حبيت ضوي على شغلة حلوة بالبي 1000، هي مالتي تراك. بذات الوقت فينا نستعمل مايكروفون، إذا بدنا نسجل بدنا مايكروفون مع جاك فيش بنحطه من ورا الانبوت، في عنا مايك، لاين لاين يعني ستيريو ليفت رايت، وعنا الجيتار، جيتار يعني لاين مثل المايكروفون. من بعد ما نعرف كل شيء، أكيد هون في عنا ميوت للمايكروفون، عنا فوليوم لإله، أكيد ريفيرب، ديلي فينا نحط له. تاني شغلة بنرجع نفوت اللي هي كتير مهمة، لازم نضلنا يعني سيف، يعني نضلنا محميين من قصة الكليب ديستورشن. فالأفضل إنه نفوت على الجلوبال مود بريفرنسز، وقت ما نسجل الغنية ننزل للمية تقريبا تنكون مرتاحين، لأنه بده يصير في ضغط طبلة، كاتم، رق، دهولا، بده يصير في فريكونسات عم بتفوت جديدة على الويف، على الام بي 3، بدنا نحميهم. فبدنا نوطي الانبوت اللي عم نعطيها، الاوتبوت اللي عم نعطيها للريكورد، بدنا نوطي اكيد الدرامز، بيركشن، بيز، اكومبانيمنت، بنعملهم 100 مثلا تنكون محميين. بنرجع نفوت كمان على الجلوبال اوديو ام بي 3 سبيكرز، في عنا الـ MP3 بلاير فوليوم، هي بتكون 100، بنعملها 90 أما 85، أكيد تكون تعملوا تيست، يعني أنا بقدر فرجيكم اللي عم بعمله هلا، بس هو الأفضل إنه تعملوا على طول تسمعوا شو عم تعملوا. بنعملها 90، أكيد سجلتها هي تما أطول الفيديو، سجلت الغنية تيك 1 سميتها، رجعت تيك 2 حطيت سولو فيها كمانجا، نسمعها مثلا، وبدنا هيدفون أكيد، هلا بتكون ليه. مزيرات تعرف وين بدك تفوت، رجعت أربعة، رجعت صوت درامز بس عارف. أوكي، عرفت شو بدي مثل ما أنا سجلت، أكيد كل واحد يكون عارف. نرجع نحط الهاتفون، ليه بدنا نحط الهاتفون؟ لأنه الهاتفون إذا ما بنحط هاتفون ما بنطفي السبيكرز تبعوله، بدنا نسمع تنسجل المايكروفون رح يلقط من السبيكر، رح يعمل رح يعطيه فريكونسات الميد والهاي، رح يصير تعلى الغنية شوي شوي. أكيد لو وطينا الأفضل نحط هيدفون، أوكي، ونسجل. رح بلش بالكاتم مثلا، وبرجع بقول إنه على طول بدكم تجربوا. أكيد بدي وجه تحية لغسان، غسان خوري، كل آلاتي، كل شيء بيركشن، داتا بناخدها للأورك، لهيدا كلها بجيبها من عند غسان خوري، بيفهم دراسة. اوكي، رح نكبس نحنا شيفت ريكورد، بيرجع اوكي، نرجع نكبس بلاي ريكورد. دغري بوقف، شيفت ريكورد، ستوب، كنسل، اوكي، ما صار شيء.
دوري شو بعمل؟ كمان برجع لورا الغنية، بكبس بلاي وريكورد. تسمعكم الكواليتي اللي عم يطلع. هلا اكيد بنسيفها، هي نسيت عملنا تيك 1 تيك 2 بنعمل تيك 3 نسيفها. اكيد فينا نسمع من نقي تيك 3 نجيب الهاتفون نسمع. هلا اكيد فينا نسمع للاخر تنتاكد كل شيء تمام. اذا حسينا بدنا ريفيرب فينا نزيد نتفه ريفيرب، بيطلع ريفيرب يعني ها صار في ريفيرب. فينا نحط له شويه ريفيرب للطبله مثلا، الكاتم حرام تضل هذا. اوكي من بعد رح سجل ظهور له. يسمعني هالتيك 3 بدنا نسجل هلا تيك 4 اللي فيها دهولا. شيفت ريكورد بلاي. اكيد فينا نسمع تنأكد انه كل شيء تمام. صرنا تيك 4 3 2 3 4. اوكي هلا هيدي 4 فينا نسمع اكيد ومنكمل. بدي احط رق هلا. تسمعوا انتوا عم بدأوا فيكم تسمعوا هون دوري. اوكي شيفت ريكورد.
الطبلة مش هطول كتير يعني. بابا خلصنا. ستوب. بنسميها مسا اذا خلصنا مزبوط بنسميها فينال. فينا ناخدها ساعتها على الكمبيوتر بس نعملها نورماليز. اما نشوف شو لازم ينعملها نقدر نسمعها كلها. فينال اسمها سلكت. شفتوا كواليتي كثير حلوه. اوكي سوري على الدق، انا مش مني برجع بالكم من الطبيب مني كدمجي، بس انا عندي فكره عنهم وانا باخد ضربات منهم لانه نحن بنركب لوبات. بدنا يكون عندنا بدنا ناخذ لوبات ايقاعات للالف او لحيلا شيء، بنجيب ناس بروفيشنال كلهم غنى عن تعريف كلهم وبنسجل. بس انا حبيت فرجيكم مدرته لهالكيبورد الرائع اكثر من رائع، و ان شاء الله بنشوفكم قريبا في فيديو جديد. وميرسي لكم.